سيد عمر، قلتم في بحثكم أن للكونفدرالية الإمكانية في تشكيل نظام قادر على وقف الاستيطان وإعطاء أو وقف واقع القمع الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم. لو تشرح لنا أكثر هذه النقطة لو سمحت. أعتقد أن الكونفدرالية تقدم نموذجا يشبه النظام المزدوج لدولة للجميع بنظام الدولتين، بمعنى تقديم مزايا فيما يتعلق بالمعوقات التي قد تقف أمام حل الدولتين، كما ذكرت من قبل، اللاجئين، المستوطنات. فلنتحدث عن المستوطنات على سبيل المثال. إذا تم تأسيس دولة، الفلسطينيون لديهم حقوق خارج حدود دولتهم، خارج فلسطين، كتصريح للإقامة، للعمل، للدراسة، ول الحق في الملكية، وللإسرائيليين الحق في الحدود الفلسطينية بنفس المستوى. وبالتالي فيكون للمستوطنات هذا الأمر، حيث 600 ألف يعيشون في الضفة الغربية. حل الدولتين يقضي بضرورة إزالة كل هذه الوحدات وهذه مشكلة عند التفاوض لحل الدولتين. لذلك فنحن نتحدث عن حل الدولتين كأمر مستحيل، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الحلول الابتكارية عبر انتخابات لقادة يقومون باتخاذ مثل هذه القرارات بدون ضغوط. الكونفدرالية سوف تسمح بالتغلب على بعض من هذه المعوقات، فهو يسمح ل الوصول إلى حلول عملية تتعلق بمزيد من المميزات. في نهاية المطاف نحن نرى مستقبل مظلم فيما يتعلق بدولة الأبارتايد، وليس هناك ضغوط على إسرائيل لإنهاء ولوقف منهجيتها التي تقوم بتطبيقها على أرض الواقع. وبالتالي إذا ما قلنا هناك خيار، الفلسطينيون يمكن أن يقول بأن هذا يعمل لأجلنا، والإسرائيليون يمكن أن يروا بأنه مفيد بالنسبة لهم. بالتالي هذا قاسم مشترك بينهما، والوضع الحالي يخدم الإسرائيليين وليس الفلسطينيين. عندما نطرح شيء كهذا يمكن أن يتم التعبئة لأجله، يمكن حشد الدعم له لهذا الخيار للوصول إلى دولة علمانية ديمقراطية، ويمكن أن يكون حل مثالي، ولكن من الصعب أن يتم جذب الإسرائيليين نحو هذا الحل، لأن ذلك قد يغير ديناميكية توازن القوى. عندما يتم طرح هذه الخيارات الابتكارية التي يمكن أن تخدم الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.